عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، نلقاكم فيديو في احسن الاحوال. من كما كتشوفوا كتشوفوا هنا التوابل. هنا عندي الثومه، عندي التحميره، عندي الابزار، عندي الكمون، وعندي القزبر، وعندي شويه زيت البلديه، وواحد شويه زيت الروميه. وهنايا عندي اللحم، راه كيفور كما كتشوفوا، راه كيفور هنايا اللحم. بغيت هنايا باش هاد الترميله اللي درت هنا، باش غادي ندير فيها خيزو وبطاطا وقرعه ولا خميمة، كلشي الخضره غادي نديرها، غادي نشرملها فيها وغادي نردها تفور. المهم هانتوما معايا، ونتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ان شاء الله ديروا واحد لايك، واللي مازال ما مشتركش في القناه ديالي يشترك معايا في القناه. نتمنى ان شاء الله تشتركوا معايا في القناه، ونتمنى ان شاء الله تدعموني، ونتمنى ان شاء الله الفيديوهات ينال الاعجاب ديالكم، وتقبلوا عليا في التصوير الى الاخر. صراحه بزاف ديال الناس كيقولوا لي التصوير مزيان وهذا، ولكن نتمنى ان شاء الله تقبلوا عليا. المهم كما كتشوفوا هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، مرحبا بكم معايا، نشاركوا معكم من الصباح، المهم من نص النهار حتى العشيه ان شاء الله يا ربي. المهم انتم معايا. المهم هو من بعد ما خلط داكشي كله، هنايا كما كتشوفوا ما درتش الملحه، حيت علاش؟ غادي نقلها واحد شويه، ندير بطاطا والخضره كلشي اللي غادي ندير، غادي نديرها شويه مسوسه، حيت علاش؟ غنديرها مسوسه كاع على حسب عكوستي. من بعد عاد نضيف الملحه لينا حنايا. المهم هو كما كتشوفوا راني قطعت هنا بطاطا، هذه هي، والخضره الاخرى غادي نقطعها عاود حتى هي. المهم هنا كما كتشوفوا ها هو، درت هنايا شويه الثومه، واحد شويه الكمون، الملحه ديجا قلت لكم ما غاديش ندير في الاول، بقيت ندير في الملحه في الاول حتى على حسب عكوستي. المهم ها هو كما كتشوفوا هنايا درت شويه الكمون وشويه ديال الثومه، خليتها كتحمر هي تحمرات. غادي ندير واحد شويه الخبيزه، المهم ها هي، ندير واحد شويه الخبز وواحد شويه الفول، ماشي هنا الخبز هنايا والفول، ها هو وجدتو حتى هو الثومه ديالو، وغادي ندير له الزيت وندير حتى هو التوابل ديالو. كما كتشوفوا هو الفول ها هو تقلى وراني طفيت عليه، درت معاه شويه الثومه وشويه الاخر شويه. هاو كما كتشوفوا البنات هنايا درت شويه الثومه وشويه ديال الكمون، خليتها مع زيت، مع زيت اللي يسيرو حتى زيت البلديه. ها هو الفول تقلى سلا طفيت عليه. المهم البنات كما كتشوفوا هذا هو الغدا ديالنا، كنشاركوا معكم. كما كتشوفوا اللحم فور مع الخضره، مع بطاطا وخيزتو والكرعه خضراء والفول والخبيز والشلاضه. المهم هذا هو واللبن والشربه. المهم كما كتشوفوا نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال هاد النهار الاعجاب ديالكم، نتمنى ان شاء الله تقبلوا عليا بالنسبه للتصوير ولا لكل شيء. كنتمنى اللي ما مشتركش القناه ديالي يشترك معايا، يدير واحد الجيم ويدير ابوني باش يوصلكم من نحط شي جديد، يوصلوا لفيديو جديد. ونتمنى ان شاء الله هاي الفيديوهات ينال الاعجاب ديالكم. غبرت عليكم حيت راه كنت شويه مريضه هاد اليومين، ما حطيت حتى شي حاجه، كنت مريضه دابا الحمد لله. وشكرا للبنات اللي كيسولوا عليا في التعليق، بقيتي واش راكي مزيانه؟ هذا راني مزيانه الحمد لله، ربي يخليكم، شكرا بزاف بزاف ليكم. وكنشكر كاع اللي كيتابعني لا داخل الوطن ولا خارج الوطن، كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التعاليق ديالكم الزوينين. المهم كما كتشوفوا معنا، كنخليكم على فيديو كما كتشوفوا، هذا كسكروت اتاي من بعد ما طدينا وسالينا وشربنا اتاي. المهم هذا هو على فيديو، ونتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نشارك معكم حتى العشاء، العشاء درت شويه الكفته مع العطيشه، المهم غادي تشوفوا كلشي في لا فيديو. ما شاركتش معكم من الاول حتى بديت عاد وشاركت نسيت. المهم كما كتشوفوا هنايا كاينه الكفته ومعطيشه، عاد ماشي انا درتها، دارتها النوطه ديالي حيت جات البارح هنايا، وهي اللي دارتها صراحه العشاء ماشي انايا، ومشاركتش معكم كلشي. المهم غنخليكم مع تتمه الفيديو، نتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى ان شاء الله تدعموني في القناه. يلا البنات الله في راسكم، السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.